كنا بنتكلم قبل الفاصل، هي الناس منزعجه ليه؟ هي الناس ناسيه ان دي الجوله الثانيه؟ الاهلي لعب ماتش بره الارض، خسر بره الارض 1-0، اداء سيء جدا، اداء لا يليق، مردود ما ينفعش، ما يبسطناش، ما حدش يقبله، كل ده 100% صحيح، لكن دي مباراه في الجوله الثانيه. كابتن شريف عبد الفضيل مدافع الاهلي السابق واحد مدربي قطاع الناشئين في النادي كتب تويتر يمكن قال ما هذا الهجوم الغريب على اللاعبين والمدرب، لان الحقيقه الهجمه كانت غريبه. بيقول شريف المدرب هذه مباراه في منتصف المشوار وليست النهايه، اكيد هناك اخطاء، جمهورنا الحبيب لا يجب ان ينساق وراء البعض لاسقاط الفريق، دي نقطه المهمه جدا وده الغرض الدفين، ولكن نحن روح الفريق، شجع لاخر نفس، هذا ما تعودنا عليه من جمهورنا العظيم. 100% موافقه. ده رأي تستغرب على فكره، ده رأي الشيف ورأي كمان شادي محمد وفي لعيبه كتير، أي منصف وعاش في النادي الاهلي عارف، وده اللي انا بقول لجمهورنا بقى، خلي الاخرين هم يطعنونا يعني ويحاولوا يشنكلونا، لكن انت إيه تملي تزقنا حتى كابتن وائل جمعه الحقيقه بعد ما كان له رأي بعد المباراه الانفعال امبارح من حقك ساعة المباراة تشتم وتهلل وتعمل وتتضايق بعد المباراة تفكر اخرج من النقطة دي ازاي؟ ايوه مش هخرج منها المفيد، طول ما انا عايش حالة الاحباط اخرج منها وانا عندي الرغبة في الاصلاح والدعم، فده كلام يعني انا بأيده تماما يعني. طيب للجماهير، للجيل الجديد من الجماهير، بس انا سؤال قبل ما تنقل يعني. طب انا بلعب في مجموعتي كسبت مرة وخسرت مرة، خدت 3 نقط. وانا كان احسن لي ما اخسرش خالص واتعادل واخد نقطتين، يعني لو تعادلت ماتشين تقصد، لو تعادلت مع المولوديه ومع تونجس، لا اللي فاتوا. أيوة. يعني ما هو انا مش شايف حد بيتهاجم غيري. ايوه يعني اللي عنده 3 نقط بيتهاجم، واللي عنده نقطتين يلتمس له الاعذار. انا اللي عايز ده يتهاجم ولا ده يتهاجم، لان الاثنين ولا تربطنا مع حد، خلي بالك الاثنين مشوارهم ابتدى بصعوبه السنه اللي فاتت، الاهلي والزمالك والاثنين وصلوا. نتمنى ان يحدث هذا الموسم ده ان شاء الله وتكون القضيه ممكن باذن الله. سيبها كل حاجه في ميعادها بقى يا ابراهيم باذن الله. هقول لكم للاجيال الجديده من الجماهير اللي ممكن تكون رافضه فكره انه الفريق يخسر مباراه، انا معاك لانه الاهلي عودنا على كده، والاهلي بيدفع الثمن انه عود جمهوره انه الحياه مكسب او مكسب، وان الرياضه فوز او مكسب، بس مفيش نتيجه ثالثه. لكن للاجيال الجديده هفكركم انه في 82 اول بطوله الاهلي حققها خسر الاهلي من جرين بافالوز الزامبي 1-0 في مباراه الاياب، وقدر يعوض في المباراه الثانيه 3-1. في نفس البطوله الاهلي خسر من انيجو رينجرز بطل نيجيريا بهدف ذهابا، وفاز في العوده 4. 87 في دور ال 16 الاهلي فاز على اليوباردز الكونغولي 6-0 في الذهاب، بس راح في الاياب خسر 2-1. خسر الاهلي من افريكا سبورت الايفواري بهدفين، فاز في العوده 2-0 وفاز بركلات الترجيح 4-1. في الدور قبل النهائي كل ده في 87 الاهلي فاز في الذهاب 2 على كوتوكو وخسر في الاياب بهدف نظيف. طب 2001 لما دخلت فكرة دور المجموعات، 2001 الأهلي في دور المجموعات خسر من أسيكا ميموزا الإيفواري بهدف نظيف، وخسر أيضا من بترو أتلتيكو في القاهرة 4-2. مباراة كانت غريبة وعجيبة ومؤلمة، الأهلي يخسر في القاهرة 4-2. ده أنا كنت قاعد في الاستاد. ما هدي المباراة اللي خلتني يعني مش عايز أحضر ماتشات بعد كده. إحنا كسبنا هناك 3-1. كسبنا اول ماتش الملعب 3-1 كسب ريال مدريد الماتش الودي، وسافر على انجولا وسافر كسب 3-1. هم في 20 دقيقه 4-0 خسرانين في ملعبنا اللي هو فلافيو وبيلبرتو بقى واللي حصل منهم. كانوا لسه مع ده كايزر تشيفز، ده سان داونز في اللي. طيب السنه دي اللي انا خسرت فيها الخساره الكارثيه دي، انا كسبت افريقيا والسوبر بالظبط، يعني الافريقي. بص الاهلي يخسر في ملعبه 4، لكن ده دوري مجموعات يكمل ويكسب البطوله. هو ده زي ما بقول لكم كان الاهلي بهذا الشكل اللي كان عليه.
2006 الاهلي خسر في اول مباراه بدوري المجموعات من الصفاقسي، ده في 2006. طب 2008 الاهلي خسر من بلاتينيا ميستارز الجنوب افريقي في دور ال 16. 2013 الاهلي في دوري المجموعات خسر في القاهره من اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي. 2020 مباراه وحيده السنه اللي فاتت، سنه القاضيه ممكن، الاهلي بدا دوري المجموعات بالهزيمه من النجم الساحلي، لكن استجمع قواه وكمل لغايه لما كسب البطوله. المغزى من هذا السرد ان التاريخ بيقول في مباريات كثيره يخسر الاهلي بعضها على ملعبه خسارات كبيره، ولكنه لا يفقد الامل ويستشرف النصر من رحم الهزيمه. بالمناسبه بعد نجاح مصطفى محمد مع جلطة سراي بدأت الجرايد تتكلم اليومين اللي فاتوا، وانا هنا المهندس عدي مش اوعدكم مش هيتحفظ لانه الخبر مهم. اليو ديانج نجم خط وسط الاهلي القوي والواعد، ناس كتيره بتتكلم على انه في اهتمام حقيقي من جلطة سراي بضمه بعد ما الاتراك نجح معاهم مصطفى محمد بسرعه. ديانج رايح تركيا؟ شفت اتكلموا على الاول زي ما قلت لك جاي رايح بيراميد بعرض مش عارف شكله ايه، وفلان ماشي فين، ومحمد شريف جاي له ايه. انا على ديانج ما تتوهنيش، انا جاي لك اهو. رجعنا من كاس العالم للانديه. ايوه ديانج جال فجاه في غير وقت الانتقالات. ايوه في غير وقت الانتقالات. ايوه تفتح له باب مخصوص. جاله عرض من جلطة سراي. بعرض لا يمكن رفضه. طبعا انا عارف ان الكلام ده مش صحيح، بس انت لما قلت لي انك عايز تسالني في هذا الكلام في البريك، قلت لا يكون حصل حاجه في اللحظات الاخيره انت ما عرفتهاش. انا عايز اعرف. كلمت امير توفيق في الفاصل. قال لي كلام عاري من الصحه. عاري من الصحه، ما قالناش حاجه. الاهلي لما مين هيعرض دلوقتي لمصطفى محمد؟ لا ده شغل لاليو ديانج، شغل وكلاء لاعبين، ممكن يكونوا هم بيقولوا لهم ما نجيب لكم ديانج، ممكن. لكن ان في حاجه تواصل او في حاجه تدرس، لا ما فيش حاجه تدرس. واليو ديانج ما احنا لسه مستمر الراجل معانا ل 24. وما اظنش ان هو كام؟ ل 26. يعني هو بيجدد لي عشان يقول لي انا عايز امشي.